في حفل نظم بمقر المديرية العامة لسوناطراك تم إمضاء اتفاقية رعاية مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتمويل المنتخبات الوطنية لكرة القدم. عقد الرعاية تم إمضاؤه من طرف المدير العام لمجمع سوناطراك ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحضور عدد من الإطارات المسيرة لسوناطراك وبعض الإطارات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم. سوناطراك راح تعمل كل ما في وسعها باش ترافق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل مشروعها، مشروع هادف لتطوير هذه الرياضة. عملنا مع الاتحادية ليس يعني مجاش وليد الصدفة، هو يعني عمل مع أخي جاهد زفزاف من أجل يعني مرافقته في هذا المشروع. عنده نظرة، عنده مشروع، نحن هنا من أجل يعني مساعدته والوقوف بجنبه من أجل تطوير هذه الرياضة في الجزائر، وهذا فخر كما قلت لنا لأنه راح نرافقه يعني المنتخبات الأولى لكرة القدم يعني بكل أصنافها. تؤكد شركة سوناطراك مرة أخرى من خلال هذه الاتفاقية وضعيتها كمؤسسة مواطناتية كداعم للانسجام الاجتماعي وتقوية المكتسبات وتكريس البعد الاقتصادي في نفس الوقت وتطوير كرة القدم بصفة عامة في الجزائر. تعتبر هذه الشراكة بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم بمثابة اتفاق واعد مستقبلي يفتح آفاق أخرى للتعاون، خاصة لفئة كرة القدم الهواة والفئات والمواهب الشبانية المتواجدة في كل أرجاء الوطن والتي تحتاج إلى مرافقة لتطوير نشاطاتهم وإبراز قدراتهم الشبانية عند كل الأصناف ذكور أو إناث. اتفاقية الرعاية التي تمتد لسنتي 2023 و2024 والتي ستشمل مختلف الفئات الشبانية قابلة للتجديد وفقا للنتائج المحققة خدمة للرياضة الوطنية. مدة العقد تقريبا هو سنتين، لكن هذا ما يمنعش سوناطراك لأنه راح نبقاو إن شاء الله إذا رغبت يعني بطبيعة الحال الاتحادية، بطبيعة الحال راح نرافقوها ما بعد 2024 إن شاء الله. فيما يخص قيمة العقد، نقول لكم القيمة تاع العقد تتعلق أولا بتحقيق الأهداف. احنا يعني أعلننا باللي راح نرافقوا الاتحادية، عندهم مشروع، عندهم أهداف، يعني هذه المبالغ راح تتعلق بتحقيق الأهداف. كل ما يحقق الاتحادية تحقق الأهداف احنا راح نكون معها ونمشي معها إلى أبعد ما أبعد الحدود إن شاء الله. الاتفاقية المبرمة مع الفاف تدخل ضمن استراتيجية سوناطراك لدعم ومرافقة رياضة كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى والمساهمة في تطويرها، لتؤكد مرة أخرى سوناطراك مكانتها كشريك بامتياز للرياضة في الجزائر.